Gucci. هاي بهذا الفيديو رح نحكي لكم عن اكثر كابل كرنج على تيك توك. يعني كل ما بشوفهم جيبوا هيك عصير ليمون حطوه جنبكم لتكملوا الفيديو تروقكم وتهدي اعصابكم. هدول هن كابلز متزوجين بس حرفيا كل ما بيطلعوا لي على الفور بيج بيرفعوا لي ضغطي. ونحن شو اكتشفنا؟ انهم مو متزوجين. طلعوا مو متزوجين. شوفوا لما تفكر تخرج مع مراتك يعني هي مرته صح ولا لا؟ وكل فيديوهات بيقول هي مرته. هن بالبيت بيصوروا دائما بالبيت. ليش في تفاحة بالحلم تبعك؟ ليش؟ مش مراتي ومش عايشين سوا وبنمثل تمثيل شو؟ عليها الطلاق مش مراتي؟ عليها الطلاق مش كيف حتى لي الأمور يا مراتك؟ شو عم يصير هون؟ طلعت مو مرته مع إنه بكل الفيديوهات بيقول إنه مرته. تعالوا أورجيكم كمان فيديو ثالث كله عم بيحكي إنه مرته. السلام عليكم، أنا ران وأنا جودي من قناة داداتيز. بهذا الفيديو رح نورجيكم فيديوهات أكثر كابل كرنج على تيك توك، بس اعملوا لنا سبسكرايب لحتى تدعمونا بما إنه نحن عم ننزل لكم يومياً. وبهذا الفيديو أو بالفيديوهات اللي جاية رح يكون في مسابقة، فتابعوا كل الفيديوهات لحتى تعرفوا المسابقة بأي فيديو. وكمان تابعوا على انستغراماتنا، هدول هن أكاونتاتنا، لأنه حيكون السحب هنيك. وخلونا نكمل الفيديو. مراتي ناوية تقعد عند أهلها يومين ومش مراتي. كيف كل هالسيناريو إجا على راسك وهي مش مراتك؟ اوكي مرسيدس واو تلعب على مين فوق بابا ما انتش قدنا ده احنا عصابة في جنان جوه دماغنا الآن احنا خرجنا عن السيطرة مليونير مليونير. شو الشمسية اللي طلعت؟ ليش؟ انا بس بدي اياكم تركزوا على الاكسبريشنز تبع وشه. فيشل اكسبريشن هو ومرته عم يتمشوا على الرمال وعلى البحر. اوكي بعدين اخذ لا 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 شوفوا الركضه. شو بتعرفوا الصوص لما بيركض؟ خلونا نتعرف عليهم يلا بعدين. هو اسمه فارس. هذا عمر قول لي انت من وين هني مرتبط ولا سنجل بعدك؟ ما جاوبوا زهنا سنجل ولا تيكن. هجيبك لقطة يعني هجيبك لقطة. ما انا هجيبك لقطة يعني هجيبك لقطة يا جدعان. اصفر اكل منك حتى ما بعرفش اللي بقوله. يا جدعان انا لقطة ما عايزة مني انا مش عارف دي عايزة لقصة دي حرق عصاية مقاي. يلا هلا خلينا نتعرف عليه اكتر نعرف اسمه كامل وده سني بعد كم يوم من دل ويت مو على في شيء اسمه فارس؟ ويت انا هلا استوعبت معك. انا ماني فاهمه عن مين كسب بالموضوع. الفيديو كتير غريب عم يشدم علينا حرفيا. وده سني بعد كم يوم عمره لساته نفسه. دي البلد اللي انا جاي منها ودي المحافظه اللي بقى طلع بدبي. اهرموا ان شاء الله ما تشوفوا شيء يوم بعد ما يشوف هذا الفيديو. سنة اشتغلت في دية مش مؤمن بالأبراج. لا ما بيطلع من الحوت هيك. لا هي الحوت. عندك الشامبو؟ ايه؟ عندك الشامبو؟ لا ما عندناش. وما عندكم ايه؟ دبتشي؟ فظيعة كيف عملتها دبتشي؟ لا بتعلك لعكك. او ماي جاد والله قويها. نرجع لمراتك. مراتك رومانسي كمان طقم الاي شادو مع العصير. شو يعني خلينا نشوف الفيديو هلا اللي جايب عنده 3.9 مليون فيوز. روز يس يس
طيب شو الفرق؟ يعني هو كمان نفس الشيء قطع شاله هيك، وهي هن من قبل قاطعينه وبس طلعوها. جاية ب 93,000 لايك يعني. ف موت فرق. عم يعملوا فيديوهات تعاونية. عامل ايه؟ ايه الاوفر ده؟ هي الضحكة لما بتكون موجودة على اي فيديو تلقائيا تستفزني. اوه ماي جاد عن جد. حتى انزل والله عن جد. حندخل هلا على اكونت اللي عملوا معي الكولابريشن، شوف شو عندهم. عملت لك؟ بص انا من صباح ربنا من الغسل للكنس للمسح، لما تعبت تهدي حيلي من البيت ده. نفس الفيشل اكسبرس. الامور تتظبط ان شاء الله وهروق عليك. ايه هتجيب لي فلبينية؟ لا هجيب روسية تروق علينا احنا الاثنين. Listen to me now. في ابداع اكثر عنده بالحسين. يعني في زرافه. كيف بعرف هذا شو حيكون شخص؟ هو الوزن. لك شيء؟ انا وصافي عملناه على تيك توك. نزلتي؟ ماني متأكدة بظن لسه. يا حبيبي مش والله انه كيوت الفيديو. كيوت والله كيوت. نعزز لنفسنا نحن، نعزز لنفسنا. كشخة. حسوه مدير مدير هيك شي بيدو. صح الله عليك. ايه قولوا لنا قد ايه ليفل الاستفزاز اللي صار عندكم بعد هذا الفيديو. الحمد لله مستمرين بالتنزيل يومي، بس بدي اذكركم انه في مسابقه بواحد من هدول الفيديوهات اللي عم تنزل كل يوم، فتابعوا كل الفيديوهات لا تروح عليكم ولا واحد مشان ما تضيعوا عليكم المسابقه، واعملوا لنا سبسكرايب لحتى تدعمونا ونضل مكملين بهذا التنزيل، لانه هذا ثاني اسبوع لنا. يعني انا جدا فخوره فينا. وتعالوا على الانستغرام، هدول هن حساباتنا هون. قولوا لنا اي فكره بدكم اياها، تحديات، ناس نحكي عليها، ناس مستفزتكم، اي شيء. بنحبكم كثير احلى ناس وسلام.